انا هعمل لكم مفاجأة جامدة جدا. هو البتاع انت بتحطه على وشي ده مش اللي هو بيتشد وبيفتح الشعر وبيفتح الوش معاه؟ انا هخليهم يشوفوا بعض دلوقتي. اعزائي المشاهدين في كل بيت، اعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب ما يقطع لنا عاده ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني، وقدرنا يا رب على فعل الخير وبعدنا يا رب عن اذيه الغير، وكتر يا رب من اللايك والشير. ولو بتتفرج على الفيديو ده من غير ما تشترك في القناه هنزعل منك زعل كبير. فكرتنا النهارده غير، وطبعا انت اكيد مستغرب انا ليه عامل لوك اخويا رامز الفنان القدير. ما عنديش تفسير، بس لقيت البرنامج بتاعه السنه دي خطير وطريقته في تعذيب ضحاياه شدتني كتير، فقررت اعذب اخواتي قصدي ضيوفي النهارده في التحدي بنفس التفكير. جايب لكم اتنين من ارخم الشخصيات على السوشيال ميديا، واحد اهبل والتاني اهبل منه. علاقتهم ببعض مش علاقه اخوات، لا علاقه واحد والخدام بتاعه. واد يا مروان قوم اعمل لي كوبايه شاي. يو قوم شويه شاي يا عم. اخلص يا عم. مش قلت لكم معانا ومعاكم بلال ومروان اخواتي. تشتري شاي يا ابني وانا لسه شرحت التحدي؟ ارجع تاني. فكرة التحدي النهاردة يا ملوك هتبقى من ترتيبي، وزي ما هي من ترتيبي جايزتها هتدفع من جيبي. مالك يا ابني؟ مفيش يا حبيبي. التحدي هيكون عبارة عن 3 جولات أخطر من بعض. أول جولة جولة المأكولات الخطيرة، تاني جولة جولة صندوق التعذيب، إنما بقى تالت جولة فدي جولة هخليها لكم مفاجأة، واللي هيقدر يعدي من ال3 جولات دول من غير ما ينسحب هتكون جايزته 20,000 جنيه. ما عملتش تش 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 ليه يا ابني؟ ولا انت شاطر بس تعملها وانا بتكلم؟ لا مؤاخذة يا فنان. ونبدأ بأول جولة، جولة المأكولات الخطيرة. انزلوا بأول أكلة يا ابني. انت يا اسطى صدقت نفسك ولا ايه؟ انت في ايه؟ انت مش رامز جلال بجد؟ أمال لون الشعر ده ايه؟ يلا ابدأوا بقى يا باشا. أنا قلت هجيب لكم بواسير في أول جولة. اندومي الكوري حر. اكس 3. انتوا مفكرين نفسكم هتكسبوا ولا ايه؟ هو احنا ينفع نكسب من غير ما ناكل؟ انتوا بتقروا كتير ليه؟ يلا كلوا، عايز اشوفكم بتتعذبوا. طب انا الاندومي بتاعي ظبط اهو. ظبط ولا امين شرطه؟ ما ضحكتوش ليه؟ انت قلت حاجه؟ اه. شطه لو ما اتحطتش بغضون 3 ثواني هجيب لك كمان كيس. حالا حالا تتحط الشطه. تعمل ايه؟ انا مش مصدق ان انا اكل كل ده. هي سودا كده ليه؟ هو زيت تكاتك ده؟ انا قتيل ال 20,000 دول، خصوصا ان محمد اللي هيدفعهم من جيبه. انا بحب اخسر اخويا قوي. انا ما عنديش مشكله ادفعهم من جيبي بس هعذبكم بيهم. بس بقى بس. مالك؟ 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 مالك ولا حمد؟ اللي يخلص الاول يكسب صح؟ لا لسه في جولات. ده احنا لما هنخش في الجوله بتاعه صندوق التعذيب هتتهانوا. بسم الله اول معلقه ليا. محد فيكم يدوقني يا اولاد. خدوا كله كله. وحش قوي. كلها بقى. كل 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 حم كل يا حبيبي. يا احمد ربنا كل ده كمان. يلا اروح الحمام واجي. من اول معلقه. امال انا لما اكل ده كله هيحصل فيا ايه؟ وحشتكوا صح؟ ايه ده انتوا ما بتاكلوش ليه؟ صعب قوي والله يا اسطى. الطبق بتاعكم لسه زي ما هو. طب انا عندي فكره. إيه؟ لو كلت 3 معالق ورا بعض سخنين يبقى انا كده خلاص عديت؟ لا طبعا. افتح بقك. مروان شكله فرحان قوي وهو بياكل يعني. جماعه لو متوقعين ان مروان هيجيله بواسير النهارده اعملوا لايك، ولو متوقعين ان هو مش هيجيله بواسير انا لسه هيجيلي اعملوا سبسكرايب. بيطفوا يا اسطى. انت بتعمله ده؟ تعالى. لو تفيت معلقه ولا انت بتعمل ايه يا اسطى؟ ايه ده مش عدل بقى. انت بص انا هلغي التحدي ولا في تحدي ولا في فلوس وهروح اغير لون شعري. عاوز ايدك. بص شعري يلا بص شعري. ما عدتش قادر يا اسطى. انا هيغمى عليا. خدني معاك. ما شاء الله ما شاء الله بجد والله تمثيل رائع. طب انا بقى يا جماعه هعد 3. لو لقيت الاطباق دي ما خلصتش مفيش تحدي ومفيش فلوس. 1 2 ونص ونص ونص. خلصت. وريني كده الاطباق. ايه خلصت. بصوا الاطباق بقت كانها جديده، كان فاضل بس ان هم ياكلوا الاطباق. اروح اعمل ايه؟
انا معاك حمام. طيب مش مشكلة يا جماعة، بما ان هم خلصوا الاطباق فده المطلوب. يلا بقى على الاكلة اللي بعدها. صعبوا عليا قوي بصراحة يا جماعة، عشان كده هزود التحدي صعوبة. بحبوكوا يا ولاد والله بموت فيكم. تعالوا يا ابني انزلوا يلا بالاكلة اللي بعدها بسرعة. انا عايز راجل يقول لي ايه ده؟ ده برجر. انا عايز بقى راجل يقدر ياكله للاخر. ده طعمية. انت جايب طعمية. ما انا اكيد مش هدفع 20,000 جنيه وفي التحدي هجيب لكم برضو يعني برجر بجد. يا عم كنت خد 1000 وقال بيهم برجر. بصراحة يا بلال انا ما كانش معايا غير 20,000 جنيه و5 جنيه. فروحت اديت ال 5 جنيه دي للراجل يعني زي ما قلت لك من شوية وقلت له هات لي سندوتشين برجر. فقال لي خد دول على قد فلوسك. انا هاخد اول قطمة وبسم الله الرحمن الرحيم ربنا يستر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال. كل. ايه اكل ايه؟ كل. كل اخلص. بتعمل ايه يا صاحبي؟ معفن قوي. ده في غيرك نفسه في ربع ده. ادوله كله مش ربع ادوله يلا. ما هو مش هيرضى. امال بتقول غيرك ليه؟ ما انا يا اسطى انت بوظت لي الحكمه يا اسطى. يا اسطى. كل. بقى بيتحول زي بص نقطه تاريخيه. اوه الله بطل. لو سالتك انت مصري؟ لا لا هي تليق عليها. لا هتاخد ايه ولا كام؟ لا هتاخد ايه ولا كام وليه؟ انا بدات احس ان في حشرات جوه يا راجل. لا لا ما تقلقش اللي جوه حيوانات بس. ايه ده انتوا حوامل ولا ايه؟ انا حامل الهم. وانا حامل الموبايل. انا قررت قرار. ايه؟ هاكل دي على ذوق واحد. يعني ايه على ذوق واحد؟ يعني على بق واحد. يعني ايه على بق واحد؟ يعني كده على خدك واحد يعني. بص بص ده. ايه ده انت اسمك عبد واحد؟ مروان خلص. خلصت بجد؟ يا ولد يا جامد والله العظيم. لو يعرفوا اللي مستنيهم في الجولات اللي جايه ما هيفرحوا. اللي خليني اكل سندوتش معفن زي ده وما احفظيش حاجة يبقى انا اكل. بص ايه اللي ايه ده؟ هو المرحوم كان بيقول اللي يخليني اكل سندوتش معفن زي ده مقاس مش عارف ايه. هو اللي يخليه ياكل سندوتش معفن زي ده في التسخين فالجولات التقيلة هيبقى فيها حاجات تقيلة. مش ناوي اغمى عليك انت كمان؟ ايه ده اغمى عليه؟ بلال صحي ومات تاني. يلا بقى الجولة اللي بعدها. مروان. اه. انت لسه عايش؟ لا. تفتكر اعمل فينا ايه؟ اقتلني. يا رب يا ساتر. حمام. وحشتوني يا ولاد والله. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. هو انا ينفع انسحب؟ اكشف. تردش على يا معفن. هو ما بيردش. محمد. نعم يا بلال. نعم يا حبيبي. ايه انت عندك برد؟ اكشف. برد هيموتني. انا بص البرد هيموتني بجد مش عارف ايه. اكشف. انت بتعطس من ايه يالا؟ من بقي. مش قرب يا معفن. انت بترجع ولا بتعطس يالا؟ يا ابني برد. انت عارف ان انا عندي برد يا بلال. ايه ده؟ اوعى تسكت كده. شيل الزفت. اوعى تسكت كده يا مروه. انا عندي جاي منه من ساعتها. شيل الزفت ده يا اسطى. ده ما عدناش عاوزينه خلاص. انا معدتي قلبت. السلام عليكم وبركاته. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكل حاجه. انا ما بتفعلش بدخلتك علينا دي يا اسطى. انا هعمل لكم مفاجاه جامده جدا. مروان تنسحب؟ تيجي ننسحب؟ تيجي تنسحب قصدي قبل ما نخش لبعض. تنسحب ليه بس؟ تنسحب ليه؟ مش انا هو وتخسر الفلوس. ولد 5 سنتي. ايه؟ ارفع لي وشك. اه فين؟ طلع له دقن ولا ايه؟ من القعده دي يلا ساقعه. من القعده طازه. بيعمل له ماسك خرا ولا ايه؟ بس انا جايب لك حاجه انت جديده بقى قبل الحاجه كده ايه تليق بسيادتك. استنى مرش لك. لا بس حركش بقى ايه. انا بروح اخلص لاخوك واجي. اثبت. عاملك سربرايز فشيخه. ده ده في ريحه. والله مش خساره فيك. ولا ايه ده؟ ده شحم. لا ده لحم. ارفع وشك ارفع وشك. محمد كوافير ارتست.
طب ايه يا اسطى انت بتهتم بالتفاصيل؟ هو البتاع انت بتحطه على وش ده مش اللي هو بيتشد وبيفتق الشعر وبيفتق الوش معاه؟ طب محمد اغسله لي طيب ما تشدوش. مش عايز اسمع صوت 5 سم بقى بعد اذنكم. 5 سم بتخدم 10 سم. المهم بقى يا جماعه انا هخليهم يشوفوا بعض دلوقتي. بتاع دي ما بتطلعش ليه؟ عايز اراجع يا ابني. ارفع ده عايز ايه ده؟ فلان ابص في بلبوله ينزل من هنا. والله انا المنقذ رامز جلال مان. رامز جلال نجمي. هروح اصلي الفجر واجي. المهم انتوا هسيبكم هنا في الشمسه تنشفوا، لان هو المفروض ان الماسك ده بيقعد حوالي ربع ساعه او تلت ساعه بينشفوا كده. محمد عايز اصلي معاك يا اسطى. محمد عايزين نصلي. عايزين نصلي الفجر يا اسطى. اولاد معلش انا اتاخرت عليكم، انا اسف. معلش اتاخرت عليكم 3 دقايق بس. انا لسه بدري يا حبيبي. ما بدر من عمرك يا حبيب قلبي. ساعتين بتصلي؟ ما انا نسيت ان انتوا اصلا قاعدين هنا. نسيت؟ بسم الله. انا لسه شفت حاجه. بص بقى عشان كده ايه. على فكره يا جماعه الماسك ده بيوجع جدا. اخواتنا البنات اكيد عارفين حاجه زي كده. يا اسطى يعني انت اكيد عارف يا محمد. ما انت من النوم. جدع يا احمد والله. ولا انا هديك كله مره واحده. اوعى تقول لي لما اخلص. والله بيوجع قوي. انسحب. بيوجع. انسحب. والله وشي بلال بقى ابيض. جماعه لو عايزين تطلعوا معانا في تحديات زي دي وتبقوا مكان بلال ومروان قولوا لنا في التعليقات. لا بلاش. وشي مولع. خلاص كفايه عليك يا بلال. تعالى يا مروان. طلع كله الشنب. مروان عنده شنب اعدادي خايف عليه. لما تنسحبوا يا شباب. لا والله السنه كبيره. توجع. انسحب يا مروان. ده طلع بحواجبي. انا خلصت ولا لسه؟ عارفين انا كنت فين؟ فين؟ كنت بحضر لكم الحاجه اللي جايه. ايه؟ الحاجه اللي جايه هتبقى اصعب بكتير. جاهزين؟ لا ولا تنسحبوا؟ لا انا بقول تنسحبوا بصراحه، يعني الحاجه اللي جايه هتبقى قاتله. انا مش عايز اتسحب وبره. مش عايز اتسحب. طيب تمام. يلا بينا على الجوله اللي بعدها. انتوا عارفين انا جبتكم هنا ليه؟ لا ليه؟ علشان الموضوع هيبقى اقوى من المره اللي فاتت. يعني لما قعدتكم في الاول على الترابيزه اتعذبتوا في الماكولات الخطيره. المره دي بقى الموضوع هيبقى صعب جدا. هيبقى صعب للغايه. هيبقى صعب فشخ. ما تقول يا اسطى انت عايز تعمل ايه؟ المره دي هنعمل تحدي واللي هيضحكني الاول هو اللي هيكسب ال 20,000 جنيه. هو ده الصعب؟ اه. هو ده الصعب اللي انت ده انا خفت خالص. انا خفت. بسيطه كام نكته من على جوجل وهضحكك جوه. لا لا الفكره كلها بقى ان انتوا هتجيبوا نكت من دماغكم. هو الصعب في الموضوع كله ده دماغنا ما فيهاش غير شعر. ما فيهاش نكت بصراحه. يعني اول واحد هيضحكك بكتاب شخصي كسب التحدي بالظبط. وهتديله فلوس. تاخد بعضك وبالفلوس وتمشي على طول تجيب لك ايفون 12 13 في ال 14. ده ما بيجيبوش توك توك النهارده. ده التوك توك بقى ب 150,000. مين هيبدا انا ولا مروان؟ هبدا انا. استنى ليه كريستيانو رونالدو بيحب البرتقال؟ ليه؟ انت مش عارف؟ لا عشان فيه فيتامين سي. ايوه قول ليه؟ سي فيتامين سي. كريستيانو رونالدو سي فيتامين سي. ايوه يا ابني قول بيحب البرتقال ليه؟ قول يا اسطى. قول يا مروة. عارف ليه الناموس سموه ناموس؟ ليه؟ عشان بيخلي الناس ما يناموس. بد قوي. يلا على البيض. بيقول لك مره بطه شافت واحدة قرع فقال لها هاي بطة. قالت له هاي زلبطة. طب ايه؟ مفيش حد هيثبت لي ان هنا مش قرع. مرة ظابط مرور وقع اتعور قال بصوت عالي تعويوه عويوه عويوه. عجبتك النكتة دي؟ انا بضحك على نكتة اول. انا بيقول لك مرة واحد ايوه شد حيله ايوه اتقطع. ترحم دين امي. مرة حلاقي اتزنق فعمل حمام كريم. بقول لك مره شيطان اتجوز شيطان فخلفه شيطان صغير سموه ابو المعاصي. سكر شربات. عارف ليه بيحط اللبن على الشاي؟ عشان الطفل يرضع.
فاضل واحدة انا حاسس انها تضحكك ان شاء الله. بيقول لك مرة وحش كلا قلب التونة فبقى اسمه ايه؟ وحشتونا وحشتونا. لا جامدة والله. ما عجبتنيش. وايه لو ما عجبتكش انت ضحكت والله ضحك 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 والله ضحك. انا برضيك بكبر بخاطرك. بصراحة يا جماعة ما كنتش ناوي النهاردة ان انا ادي لحد فلوس، كنت ناوي اروح بالفلوس دي. بس انا مجتهد. والكل مجتهد. الولد ده مجتهد بسم الله ما شاء الله عليه. وبما اننا وصلنا لاخر التحدي يا جماعه ما تنسوش تقول لنا رايكم في كومنت، وما تنسوش برضو اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زرار الجرس عشان تشوفوا كل جديد. رايح فين وانت عشان خدت الفلوس؟ ايه مش عايز اعرف ايه في معايا الفيديو. السلام عليكم. يلا ايه ورق ورقه واحده سلام.